اليوم كنحتفلوا بعيد ميلاد الامير مولاي الحسن. اختارنا المناسبه الغاليه باش تكون في مدينه العاصمه ديال مدينه الزهور، والاخوان كلهم لبوا نداء ديال الجامعه وكان الحضور قوي ومكثف كما كتشوفوا دابا. راكم يعني راه العين ديالكم كتشوف، انتم دابا راكم كتشوفوا كلشي بعينكم، لان داك الشيء اللي جا يعني ديال السيارات ما كناش معولين عليه. وصلنا 160 سيارة، يعني راه واحد العدد اللي ما كناش يعني منتظرينه، لا من ناحيه خصنا نكونوا مستعدين. حنا كنا كنقولوا غادي نكونوا 120، يعني كنا وصلنا دابا وصلنا 160، ولكن الحمد لله حنا دايرين الاجراءات ديالنا وكل شيء غادي يكون بخير وغادي نمشيو ناشطين. وكنطلبوا كذلك حتى من الاخوان اللي تعاونوا معنا، وداك الشيء اللي على السلطه الامنيه تلقات صعوبه لان السيارات كثيره، فتهما تعاونوا معنا والحمد لله داك الشيء مر بسلام وكل شيء كان مزيان، وكان يعني المرور كان احسن يعني وسيله مشينا بطريقه منتظمه ومزيانه. فكنشكر السيد رئيس المنطقه الامنيه والحماديه والناس العناصر الامنيه اللي تكلفت وعطات واحد الجهد كبير اللي دازت كل شيء الحمد لله بخير وعلى خير، لان باش السياره هي وسيله تطور في المدينه المحمديه، واخا المدينه ديال المحمديه كبيره وعندها يعني شوارع كبار وحدائق وداك الشيء وباركينغ، ولكن يعني كان مزيان فعلا، كان مزيان كنشهد به الجميع، لان الاخوان كلهم اللي جاوا من جميع جمعيات من جميع اقاليم المملكه، يعني 37 جمعيه حضرات وشافت كل شيء بعينها. وكان يعني كما قلت لك كان واحد ديال المناسبه غاليه، مناسبه ميلاد الامير مولاي الحسن، فالكل حضر باش يحتفل بالمناسبه الغاليه. جينا نشاركوا بعيد الميلاد ديال الامير مولاي الحسن، الله يطول عمره ويطول عمر سيدنا، وجينا نشاركوا مشاركه بسياره العتيقه اللي حنا كنحبوا هذه السيارات من جدودنا ووالدينا اللي كانوا يعملوا لي السيارات العتيقه، وبقى عندنا هاد الفيس اللي كنسميوه بحال البليه. هذه السياره لاكازيل مرسيدس 1929، جتها من ديار الامريكا ودونتها هنايا ولحد الان بقى عندنا. تقريبا شحال الثمن ديالها؟ ما عندهاش ثمن، ما عندهاش ثمن، ما نقدرش نقول لك، ما نقدرش، الثمن ديالها ما كاينش. هذه السياره بونتياك بونيفيل 1958 من متحف المغرب الوطني للسيارات. هذه السيارة أصلية، كل شيء فيها أصلي، عمرها فوق 60 عام الحين. عندي أنا ممكن 20 عام. ثمن والله ما أعرف، تقريبا في السوق يمكن 60,000 دولار. عندنا أربع متاحف، في اثنين في المغرب واثنين في الإمارات. تقريبا شحال سيارة في المتاحف والأنواع اللي عندكم؟ كل المتاحف؟ كم سيارة في المتاحف كلها؟ والله ما أعرف، لكن فوق 1000 أكيد. أكيد الأمريكي، لأن الأمريكي عصر السيارات الكلاسيك الأمريكي. الأوروبي دائما بخلها شوية، مو مثل الأمريكان. الأمريكان كرومي والحجم والقوة دائما زايدة. طبعا نحن في هالمناسبة نهني سيدنا الملك الله يحفظه بعيد ميلاد مولاي الحسن الله يحفظه، وألف مبروك إن شاء الله.